ختام الحلقة يا دكتور، مهم ان احنا نطرح على حضرتك بعض التواريخ توصفها لنا في كلمات سريعة، ونبدأ بثورة 25 يناير. يعني بلا شك ان كان هناك حراك شعبي اراد ان ينهي عهد مبارك واراد ان يسقط مشروع التوريث، ولكن فريق معين قفز على القطار ووجهه إلى أن يصل محمد مرسي إلى رئاسة مصر في منتصف 2012. تاني تاريخ نتوقف عنده هو 30 يونيو 2013. ثورة شعبية بكل معاني الكلمة، ومن أفضل ما قام به المصريون. إذن يعني ثورة يناير، أو يعني 25 يناير حضرتك وصفته بحراك، و30 يونيو هي ثورة شعب. هو أصل يعني المشكلة في 25 يناير إنها قعدت ثورة غير مركوبة من طرف ما 3 أيام بس. ومن بعد 3 أيام عجلة القيادة بقت في إيد حد تاني. البلتاجي طيب. كان هو ملك ميدان التحرير. أيوه. آخر تاريخ معنا هو 3 يوليو 2013. أفضل يوم في تاريخ مصر المعاصرة. وهو ببساطة شديدة هقول لك حاجة، جزء من مقالة أنا كاتبها امبارح بالإنجليزي وعطيت جزء منها بالعربي. شعوب الربيع العربي كلهم دلوقتي في منهم لاجئين، صحيح، عند من يقولون أن الربيع العربي فشلت فيها. يعني اللي نجح عندهم الربيع العربي بعتن لنا شعوبهم لاجئين عندنا، اللي صحيح. احنا فشل عندنا الربيع العربي، فما اجمل الفشل. اللي بيتهمونا بالفشل. صحيح. يعني اذا كان ده الفشل يبقى ما اجمل الفشل. يعني اذا كان اللي في سوريا ده هو النجاح، واللي في اليمن هو النجاح، واللي في ليبيا هو النجاح، واللي في تونس هو النجاح، فما اجمل الفشل. صحيح.